المثال على الثاني من حسن فعله ولم تحسن نيته مثل الكفار، فإن نواياهم وقاصدهم خبيثة، لكن في أفعالهم معك تكون حسنة، لا من أجل ما في قلوبهم من الحسن، ولكن من أجل أن يحفظوا سمعتهم. ولذا قد ترى بعضهم من أعظم الناس أمانة ووفاء، لا لأجل ما في قلبه من الحسن، لأن في قلبه نجاسة الشرك، لكن لأنه يحرص على دنياه.